بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام والتهنئة بالمناسبتين العظيمتين دول. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين للمسلمين وللمسيحيين وللناس كلها. عيد سعيد ومولد نبوي شريف إن شاء الله، وسنة إن شاء الله على مصر وعلى الدنيا كلها بالخير والسلام والأمان والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، نحتفل اليوم معا بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خير الأنام الصادق الوعد الأمين، رحمة الله المهداه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين الذي كان سراجا منيرا ونبراسا هاديا، أضاء الكون بعد ظلمته بخلقه وشمائله، أرسله الله بشرى للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سواء السبيل وينشر بينهم قيم العدل والمساواة. ولا ينبغي أن يقتصر احتفاؤنا بذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام على مجرد إقامة مظاهر احتفالية، وإنما يجب أن نتدبر في هذه المناسبة سيرته العطرة منذ مولده مرورا بحياته ورسالته وانتهاءا بوفاته. فكل حدث من تلك الأحداث قد ترك تأثيرا كبيرا على البشرية كلها. لقد كان مولد الرسول الكريم بشيرا للناس، وحياته هدى للعالمين، ورسالته دستورا للإنسانية، ووفاته تأكيدا بأنه لن يبقى من بعد موت الإنسان إلا ما قدمت يداه، ولا سيما العمل والأخلاق. وقد كان الرسول بحق أسوة حسنة لنا في جميع ما قدم وأنجز. الحضور الكريم، لننظر إلى أحوالنا اليوم ونسأل أنفسنا هل نحن حقا قد اتبعنا تعليم رسول الله؟ هل تأسينا به خلقا وعملا؟ أين نحن من أخلاقه وصفاته، أوامره ونواهيه؟ لقد أمرنا المصطفى الكريم أن نحسن القول والعمل، أن نأخذ بالأسباب في كل مناحي الحياة، أن نسعى إلى التعليم وأن نعقل الأمور وأن نتوكل على الله. وبالتالي ينبغي علينا ألا نتواكل اعتمادا على صدفة أو انتظارا لما سيأتي إلينا دون سعي منا. لقد كان خلق رسول الله في كل أحواله علامة مميزة، فهو الصادق الأمين، وهو النبي الهادي، المثال والقدوة الحسنة. امتدحه رب العزة بكلماته فأثنى على خلقه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا اليوم أن إلى تلمس هذه الأخلاق، ذلك الصدق وتلك الأمانة، ذلك الصدق وتلك الأمانة. واسمحوا لي أخرج هنا. يا ترى إحنا صادقين في كل أحوالنا، في كل تصرفاتنا، في كل جهد بنعمله، في صدق وفي أمانة صحيح ولا لا؟ وإحنا بنتكلم ما بنتكلمش على خواص الناس، إحنا بنتكلم على عوام الناس. لو كان عوام الناس اتعودت على إن الصدق والأمانة والإخلاص جزء من العادة ومن التقاليد بتاعتنا، كان الغالبية هتبقى عندها ده، كان غالبية الناس هتبقى عندها الصدق والأمانة والإخلاص. لكن عشان نتكلم على إن الموضوع ده موجود في نسبة بسيطة جدا جدا من البشر أو من الناس اللي احنا بنتكلم عليهم، يبقى في عندنا حاجة محتاجة مننا مراجعة وتوقف على ده. واحنا كنا تكلمنا قبل كده عن أهمية الخطاب الديني، وأنا هرجع وأقول إن احنا مش متحركين في ده. الخطاب الديني الحقيقي، الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس بينا، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره،
بيتناغم مع عصره، وده التجديد اللي بيتعمل على كل رأس 100 سنة أو أقل. يمكن إزاي إن إحنا نعمل، أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه، لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده، نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي إحنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي إحنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، أنا مش بقول الدين، أنا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر هنا أمام رجال وعلماء الدين، والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة، وأنا بكلم بقول تاني إحنا محتاجين ثورة دينية. فضيلة الإمام، أنتم مسؤولين أمام الله، الدنيا كلها منتظرة منكم، الدنيا كلها منتظرة كلمتكم، لأن الأمة دي بتمزق، الأمة دي بتدمر، الأمة دي بتضيع، وضيعها بإيدينا إحنا، إحنا اللي بنضيعها. ذلك الصدق وتلك الأمانة، ولتكن نبراسا لنا في كل أمورنا وأفعالنا. ما أحوجنا ونحن نعيد بناء مصر أن نتأسى بخطوات البشير الهادي في المثابرة والاجتهاد في البناء والإنتاج، في إتقان العمل وأداء الواجب على أكمل وجه فيما نقوم به من مشروعات قومية نعيد من خلالها وضع بلدنا في المكانة المرموقة التي تستحقها بين الأمم، باعتمادنا على سواعدنا وقوتنا وتوحدنا على هدف واحد، وهو بناء وطننا بأيدينا. إن سعينا إلى بناء مصر الجديدة التي نتمناها جميعاً والدأب في العمل مع الإتقان وسرعة الإنجاز لهو تطبيق أمين لتكليفات نبينا الكريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحانا برضو اسمحوا لي أتوقف عند إتقان العمل. أنا عايزكم وأنتوا كلكم ماشيين تشوفوا لو في طريق مرصوف، طريق مرصوف، يا ترى مرصوب بشكل جيد ولا لا؟ في الإتقان اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا مش قادرين نشوف حجم عدم الإتقان اللي فيه جزء كبير من عملنا بيتسم به. ده عبء ضخم جدا لما يكون في أمة الإتقان مش جزء من تكوينها. وانا قلت الكلام ده قبل كده، وقلت ان في الأمة الألمانية مدرسة الإتقان في العالم، يعني أي منتج هيطلعوه العالم في ألمانيا رغم أن العالم كله بيتقن عمله، لكن دي هتجد الإتقان سمة بقى، عندهم آليات وعندهم نظم تحقق هذا الإتقان، لدرجة أنك أنت مش محتاج تراجع جودة العمل أو المنتج اللي أنت بتتعاقد عليهم معه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا لو ما كانتش، انا بقول على بلدنا، مش بتكلم هنا من منظور ديني ولا حاجه، انا بتكلم حتى من منظور انساني، لو احنا ما قدرناش نعمل كل عملنا باتقان جيد او اكتر من جيد في ظروفنا الصعبه اللي احنا فيها دي، احنا ظروفنا الاقتصاديه لا تتحمل ان احنا نعمل موضوع ثم نعيده مره ثانيه وثالثه، ما عندناش ده. احنا ما احوجنا الى الاتقان الحقيقي في كل المناحي. يا ترى احنا في اتقاننا في التعليم بنعلم ولادنا بشكل جيد؟
بالمناسبه انا كنت موجود في الزياره الاخيره ديت، فبسالهم عن التعليم اخباره ايه عندكم، فقالوا احنا بنقدم تعليم لغايه 9 مراحل بالمجان. قلت لهم بس؟ قالوا لي اه. احنا بندرس دلوقتي ندخل ال3 سنوات اللي بعدهم، والجامعه تظل بمصروفات يعني. انا ما اقصدش وانا بقول كده اي حاجه، انا بس عايز اقول لكم احنا لازم نتعرف نشوف الناس عايشه ازاي. فبقول لهم لغايه بس الاعداديه؟ قالوا اه لغايه الاعداديه. بس التعليم في لغايه الاعداديه عندنا جيد، متقن كويس. طب يا ترى التعليم عندنا لغايه الجامعه متقن وجيد ولا لا؟ انا مش هرد على ده، انا مش هرد على ده. المناسبه اللي احنا موجودين فيها هنا مش انا اقول كلام جميل بس، مع الوضع في الاعتبار ان احنا لما نيجي نبص على انفسنا ده كلام جميل برضو، ده كلام مش وحش يعني. ما اجي ابص وراجع موقفنا في موضوع ما، ده مش اساءه لحد، ده عباره عن ان احنا بنقر بواقع احنا عايشينه، ولما نقر بيه يبقى لازم نغيره. فهم ده الدوله اللي عندها فائض هيصل ل4 تريليون دولار دلوقتي، بس هم مصرين على ان هم الحاجه اللي ادوها يقدوها باتقان كامل، عشان المنتج اللي طالع من عندهم يبقى كانسان يبقى منتج هايل. لقد حسن المصطفى على السعي في الارض لعمارتها فضلا عن طلب العلم من اجل تقدم الامه. الاخوه الكرام، ونحن نحتفل اليوم معا بمولد الحبيب المصطفى، نتذكر قوله عن نفسه: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وليدفعنا ذلك للتدبر والتفكر فيما نراه حولنا في طرقاتنا. هل ما تشهده مصر من بعض مظاهر الانفلات السلوكي والأخلاقي والفوضى يتمشى مع خلق النبي الكريم؟ وما تركه لنا من وصايا وأحاديث لنقر جميعاً بأننا نحتاج إلى ثورة على النفس، ثورة ضمير وثورة أخلاق، نعيد بها بناء الإنسان المصري الذي يحتاجه بلدنا في القادم من الأيام. فالإسلام لا يقتصر على العبادات وحدها مع أهميتها. السيدات والسادة، نشهد اليوم ظواهر إرهابية ومتطرفة يرفضها ديننا الحنيف، ولا يمكن أن يقرها رسولنا الكريم، فقد عظم نبينا حرمة النفس. إلا أن هناك من لم يدرك صحيح الدين وتعاليم الرسول الكريم، فأخطأ فهم الإسلام وأساء تفسيره، وهجر وسطيته واعتداله، واستحل حرمة الدماء، حتى دماء بني وطنه من المصريين، سواء كانت لمسلم أو لمسيحي، واستبدل تعاليم الإسلام وسنة الرسول الخاتم بأفكار متطرفة وآراء جامحة. لقد نسوا أن ديننا هو دين الرحمة، وأن رسولنا هو نبي الرحمة. وأقول لأبنائي وأخوتي من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل: إن الله معكم في دفاعكم عن وطننا وشعبنا. الحضور الكريم، فلتسمحوا لي أن أدعو علماءنا الأجلاء وشيوخنا الأفاضل بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى سرعة الانتهاء من عناصر الخطاب الديني الجديد بتصويب المفاهيم وعرض حقائق الأمور تجديدا واعيا ومسؤولا، يتخذ من كتاب الله وسنة نبيه منهاجا أساسيا، ويحفظ قيم الإسلام وثوابته، ويدعو إلى نشر تعاليمه السمحة يقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي، ويعالج مشكلة التطرف والفهم المغلوط أو المنقوص للإسلام. كما أؤكد للأئمة والدعاة أن الدولة لن تألو جهدا في مساندتكم وفي توفير المناخ المناسب لأدائكم للدور المأمول. كما أؤكد للأئمة والدعاة أن الدولة لن تألو جهدا في مساندتكم
وفي توفير المناخ المناسب لأدائكم للدور المأمول منكم خلال المرحلة المقبلة من تاريخ مصر، وكذا دعم الخطاب الديني الوسطي. الأخوة والأخوات، يأتي احتفالنا اليوم بمولد الهدي الهدى متزامنا مع حلول العام الميلادي الجديد واحتفالات إخوتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد كل عام، وهم ونحن جميعا بخير وسلام. واسمحوا لي ان انا وهم موجودين معانا هنا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكل اشقائنا واخواتنا واهلنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين. انتهز هذه الفرصه لاتوجه اليهم باطيب التهاني بمناسبه الاعياد، ويدعون ذلك نتذكر كيف كان يتعامل رسولنا الكريم مع أصحاب الديانات الأخرى، فكل من ديننا الحنيف ونبينا ذي الخلق الرفيع يحثنا على التعامل بالعدل معهم والبر بهم. وفي الختام أؤكد أن هذا اليوم الذي نحتفل فيه بميلاد خير الخلق هو عيد للإنسانية كلها، فما أحوجنا إلى الاهتداء بنور النبوة لينير لنا الطريق ويفتح لنا أبواب الأمل والرجاء. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، شاكرين. شكرا لك سيادة الرئيس، وكل عام ومصر وأنتم بكل الخير. السلام الوطني.